يقول لك زوز لا تصاحبهم ولا ترتبط بهم، اللي ياكل رزق ليتام وقاطع الارحام، صحيح ولا غلط؟ بيان سور صحيح. علاش زوز مستحيل معناها تعطي ثقه في حد ماكل مال اليتيم اللي هو حرام كبير معناها، وقطع الارحام اللي هي حاجه ربي قال سيله كبيره اللي تسيل عرش الرحمن. دونك في الكبائر انسان ما عندوش لي فالور هذوما صعيب برشا باش تثق بيه في اي حاجه في الدنيا، نصور حاجات خايبه برشا. فمش قال اكثر ما قلت الاصل هذه، انسان ما عندوش ثوابت وما عندوش دي لين ودي فالور في حياته. اي صحيح 1000% صحيح، هو هي سلة الرحم وص عليها سيدنا صلى الله عليه وسلم وربي في القران وكل. دونك احنا لازمنا اون دوا لا ريسبكتي. انا بور موا هي اول حاجه ذيك بعد رضايه الوالدين عندك سلة الرحم. اي انا ماذا بيا العباد الكل اصحاب وحباب، حتى اللي تقول عليك انت يخف عليا انا، هذيك انا بور موا الدوفيز نتاعي. اما اليتيمه فلم تقهر، معناها ما لازمنيش احنا نتعاملوا مع اليتيمه كيكا، بالعكس هو انسان فاقد الوالدين، فاقد الام وفاقد البو، فاقد السند، فاقد العاطفه هذيك. نورمالمون احنا بالعكس نحنوا عليه، نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها، خاطر الام والبو نعمه وان شاء الله ما يحرم حتى حد منهم، وربي يخلي كل واحد ام وابوه. ومعناها هو نورمالمون اليتيم احنا نعرفوا نتعاملوا معاه، نكسبوه باش يكون عنصر فعل في المجتمع، احنا كي باش نفكوا له الرزق نتاعه وفلوسه وكل شيء، ينجم هو ينقم مع المجتمع ويولي كلوشار، ينجم يولي مدمن، ينجم بالطبيعه معناها لازمنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه. صحيح، لانه البركه معاهم حتى تولي انت ديجا تتبعهم، على خاطر من 10 قوم من اصبح منهم حتى البركتين من عندك انت، معناها كي تتبعهم هم. اليتيم ما عندهاش اهل، كي ما ترحمش اليتيم انت شكون باش ترحم انت كي ما ترحمش اليتيم؟ هو لو وصل ما رحمش اليتيم ما عندهاش قلب نتاع رحمه اصلا، ما تقربوش نار هذاك. كيفاش علاقتك بالعائله انت؟ باهيه ان شاء الله، ديما تقعد باهيه. ساعات شويه هكا، اما انا ديما مسالمه. عرفت نتغشش وبعد نرجع كأنه شيء مساء، قلبي ديما أبيض فلا. وتحاول أنه الصفات هذه تزرعها في الأولاد؟ لا، أنا عندي زبنات قلت لهم ما نعطيكم حد شيء، حتى إغيتاج أقعدوا بعضكم أخوات أصحاب وما تسلموش في بعضكم، حتى مي بتيت في مي بتي زنفان، معناها أنا جدة خاطر. دونك هذيك الدوفيز نتاعي، نحب العباد الكل، مش حتى العائله، حتى العباد في الشارع، القمره كبيره نوقف معاها نحكي معاها، طالبه نقول علاش تقعد تطلب وخرج يخدم خير، نحبك ديما فوالا. اي صحيت، مازلنا عائله متماسكه بالحق، ما نشوفوش بعضنا، اما فما محبه كبيره، حتى كي ما نشوفوش بعضنا نهار اللي نشوفوا بعضنا محبه كبيره ولهفه ونسالوا على بعضنا، اما مشاغل الدنيا ما عادش تقبلوا كيف قبل. بالنسبه لي انا الحمد لله لك يا بسيلة حم، ما قطعناهاش، اللي جا ولاد عمي ديما نتقابلوا مع بعضنا، نتعاملوا مع بعضنا يد واحده مع بعضنا في فرح في مرض، الحمد لله لك يا ربي. علاقتك بالعائله كيفاش؟ انا ديجا حاليا انا معطيه، حاليا انا في دار بنت عمتي ونجي لواحد، علاقتي بالعائله صافا الحمد لله، بابا وامي حيين تعبوا علينا، عايشه في افطارات بابا تعب علينا قرانا نخدموا الحمد لله، إخوة مع بعضنا، أقارب مع بعضنا، في ماذا نلقوا بعضنا في كل شيء. عادي، لا في عائلتي مازلنا عادي، في المناسبات باش تمشي تعشى بحذا خالك بحذا خالتك. حاول إنك في كل مرة مثلا تكون تعمل كونتاكت مع عائلتك، مثلا تمشي لهم تزورهم. لا عندي كونتاكت باهي مع العائلة، معنا بالنسبة لي بابا وامي واخواتي عندي كونتاكت معهم برشا، خوالي وخالاتي العائلة الموسعة يعني أقل للأسف، خاطر احنا نخدموا وقتاش باش تجيهم باش تروح تمشي طول على بك وامك، وقتاش باش تدور على الآخرين، معناها أصعب. أنا واحد من الناس عندي واحد في العائلة مريض وما وقفوش بو برشا معاه، معناها ديجا مخك قلبك يوجعك عليه. سير يعني ما عادش كيما قبل؟ ما عادش كيما قبل، هو ديجا علاش البركه تارت على خاطر الموضوع هذا، لانه الرحمه حتى حاجه كيف احنا عباد نستنوا في الرحمه عند ربي وحنا ما قاعدين نرحموا في بعضنا، وهذه هي المشكله. في المقابل برشا يقول لك توا سيله الرحم نقصت، ما عادش برشا ناس كونتاكتي بعضها. صحيح بالحق، خاطر توا وليت برشا انشغالات يوميه والعباد ما عادش تقابل ديما كان في المناسبات الكبيره، اما حمد
الحمد لله فما مناسبات كبيرة كما الزواج ولا لا قدر الله مناسبة مرض ولا حاجة وحاجة تعيس تلقى العباد سوليدير ويسألوا على بعضهم مازال الخير في الدنيا. نقول صلة الرحم لازمة وأكيد بطبيعة لازمة، خاطر الإنسان في حياته ما يلقى كان عائلته باللي باش يكون عنده أصحاب، باللي باش يلقى عنصر آخر معناها في حياته، حبيب أي حد، عائلته هي الأولانية لي، هي السند الأولاني لي. وليك المال اليتيم كيفاش؟ يا لطيف نار تستنى فيه هذيك، لطف ليه هو أكبر غلطة، أنا بوغ موا سي لو هذيك لا فام نتاعو، ليه هو تستنى فيه عقاب كبير عند ربي هذيك اللطف، حتى في القرآن مذكور راهو، واه أكل اليتيم وأكل عرفت اللطف. للأسف احنا في مجتمع نتاعنا مازالت فما ناس تاكل مال اليتيم. برشا مش ياكلوا يتيم، ياكلوا حتى واحد يخدم نورمال ما يعطيوش شهريه، يقعد بشهرين وبثلاثه وتلقاه لو باترون تبارك الله عليه بي ام ومرسيدس وتبارك الحوميت لبس عليه معناها انغيشار، والخدمه نتاعو نو اللي ريسبكت با ديما ياكلهم فلوسهم ياكلهم عرقهم، حرام عليه. مش انا نقطفش نقول غدوه ربي ياخذ له حقي من عنده غديك قدام ربي وكهو، لازم العبد يكون مسالم، احنا مسلمين لازم نكون مسالمين وكاها. موجود بكثرة، موجود ناس طماعة، ناس تستغل فرص اللي الانسان يتيم يستغلوا فرص اليتم نتاعو هو زاد فقط احساس الام وابوه وكل شيء، هيك كلمة حلوة تأثر فيه هي فهمتي كيفاش، ويستغلوا ظروفه، ثم شكون عمه يستغل ولد خوه يستغلوا ظروفه، ثم بالحق. بالطبيعة كيما ثم هكا معناها كيما ثم عباد تعرف المال اليتيم، كيما تعرف ثم عباد تعرف زاد المال اليتيم. تاكلوا؟ هي ثم عباد تاكلوا، ثم الناس تعرف يقول لك هذاك انت عايتي ما نخليه معنا. ثم ناس ما تقدرش الامور هذه. ما يقدر حتى شيء لانه دينه هذاك الدينار الدرهم. ما عنده دينه مش معناها ما عندوش ضمير، ما عنده حتى شيء، دينه الفلوس. لكن عقوبته عند ربي كبيرة. عارفين احنا نحكوا عليه هو، ماناش قاعدين نحكوا على عقوبته عند ربي شنو. مي ثم زاد عباد تعرف اللي مال اليتيم هذاك حق معناها لا نقاش فيه معناها. بيرسونال ما عنديش حتى اكسبيريونس بالحكايه هذه، وما نعرفش شكون داير بيا ما نعمل، اما نتصور معناها ممكن من افسد الاشياء على خاطر انسان وبيده معناها تاعب وفاقد الالهي بيه والدور عليه معناها. موجوده في مجتمعنا هكا حكايتك؟ كيما قلت لك في عائلتي انا وفي الانفيرونمون تاعي بالعكس. كان واحد يتيم يدوروا على الخايبين، نقول احنا في الانفيرون تاعي ما يدوروش على ديجا زوالي معناها. قبل يمكن هي كانت نعرفش ان نرجعها الوزع الديني يمكن اكبر، يمكن خاطر الكبارات نتاعنا ماتوا معناها، اللي كانوا ناس يقولوا عيب حرام مال يتيم، رد بالك اللي بكي اليتيم اثمه كبير، توا بدات تتراجع. اما ديما نقول اقليه، راه ديما نقول نحن الشعب التونسي ناس مرتبطين بديننا وعندنا القيمه نتاعنا ولي فاليغ نتاعنا، وكان فما فئه صغيره شوهت والا ما تخافش ربي، اما الباقي فما ناس تخاف ربي، واقليه نقول ديما فما الخير في الدنيا، وتوانسه شعب باهي وشعب متدين وعنده برشا انسانيه ويخاف ربي.